أهلا بكم متتبعي أخبار المنتخب الجزائري. إذن جمال الماضي يستقر على جراء تربص أكتوبر القادم تحسبا لتصفيات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون أمام زيمبابوي في فرنسا، حيث سيجرى هذا التربص من خلال مباراة ودية أمام منتخب إفريقي في أحد المدن الفرنسية. واستقر أيضا جمال الماضي على خليفة قديورا في الوسط، وهو اللاعب بن طالب العائد إلى فريقه شالكي. في الآخر لا تنسوا إعجاب الفيديو وشكرا.